مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى سوريا في أسبوع. وفي ملفاتنا لهذا اليوم أحداث سياسية وعسكرية ساخنة، وكذلك أوضاع إنسانية مأساوية للغاية خاصة في الشمال السوري. أول الملفات التي نطرحها، مساع لعقد جنيف بنسخته التاسعة، وكذلك روسيا تحدد موعدا لمؤتمر سوتشي سيكون نهاية هذا الشهر. ملفنا الثاني نتحدث فيه عن استمرار الاشتباكات في إدلب وحماة وسط تقدم للنظام في ريف حلب. أما الملف الثالث فإن عاصفة ثلجية زادت المعاناة لمئات آلاف النازحين من الأرياف الشمالية وخاصة من ريف إدلب. أما القضية الساخنة التي نبحثها فهي عفرين والقصف التركي عليها، عنوان جديد للخلاف ما بين أنقرة وواشنطن. ونبدأ حلقة اليوم بالتطورات السياسية، حيث أعلنت الحكومة والمعارضة السوريتان المشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا المقرر عقدها في فيينا على مدار يومين متواصلين، والتي تنطلق في 25 من هذا الشهر. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر مطلع قوله إن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد في أواخر يناير الجاري، وتحديدا في 30 من هذا الشهر، ويستمر ليوم واحد. دعوات لكل من المعارضة والنظام السوريين وجهها ستيفن ديمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، يتطلع من خلالها لحضور الطرفين اجتماعا خاصا في العاصمة النمساوية فيينا في 25 من هذا الشهر تحضيرا لمؤتمر جنيف المقبل. الاجتماعات التي تحتضنها عاصمة النسيم العليل لأسباب لوجستية سرعان ما وافق الطرفان على حضورها، لكن ذلك لم يمنع من استمرار المطالبات الدولية للنظام بضرورة المشاركة البناءة في محادثات جنيف والموافقة على المشاركة في محادثات مباشرة مع المعارضة، كما جاء في بيان وزير الدولة البريطاني أليستر بيرت، وكذلك خلال لقاء نصر الحريري مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. فيينا لن تكون بعيدة عن الجولة التي أجرتها وتستمر فيها المعارضة هذه الأيام، والتي شملت لندن وباريس وبروكسل وغيرها. وهدفها كما قال نصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات العليا هو محاولة جديدة لدفع العملية السياسية في جنيف ووضع المجتمع الدولي أمام استحقاقاته. جنيف هذه المرة لن تكون طاولة المفاوضات الوحيدة بين المعارضة والنظام، إذ حددت روسيا 29 من هذا الشهر ليكون انطلاقا لأعمال مؤتمر سوتشي للحل، مؤكدة دعوتها للمعارضة بالحضور. حضور لم تحسم الموافقة عليه حتى اللحظة، ما دفع موسكو إلى استخدام أطراف دولية على علاقة جيدة بالمعارضة للتأثير عليها وحسم أمرها بالمشاركة، سواء عبر تيارات ومنصات أو عبر شخصيات فاعلة في ساحة المعارضة. لكن سوتشي صاحبة المناخ المعتدل لن تكون بردا ولا سلاما على من يريد رحيل بشار الأسد عن السلطة، هكذا صرحت روسيا. تصريحات تدفع للتأكد من اختلاف رؤى الحل بين ما تريده موسكو وما تراه المعارضة وواشنطن، إذ ترى الأخيرة ضرورة في رحيل الأسد ليحل التغيير في البلاد المدمرة، وما بين سوتشي وفيينا وجنيف وغيرها ينتظر السوريون الحل على أمل مداواة جريحهم وعودة لاجئهم. هاتفيا في هذا الموضوع ينضم إلينا محمد سداد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد، بداية أهلا فيك معنا. أولا، ما الذي تريده المعارضة السورية من جولتها الأوروبية والدولية الأخيرة، حتى أنه من المقرر أن تكون هنالك زيارة إلى واشنطن أيضا؟ حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا فيك. المعارضة تبذل جهودها المختلفة في الجوانب السياسية والدبلوماسية بما تستطيع وبما تجتهد لشرح قضية شعبها من جهة أولى، ومن جهة ثانية للدفاع عن مواقفها السياسية وحق الشعب السوري
بناء مستقبله حرا دون تدخل دولي ودون ديكتاتورية أو ظلم أو فساد أو استبداد. كانت زيارة واشنطن دائرة وهي فيما نظن ضمن ذات الخط الذي تمثله المعارضة طوال الوقت. نعم، تمت تجربة المجتمع الدولي دكتور محمد في السنوات الماضية ولم تتحصل في النهاية المعارضة على كثير مما تطرحه على الطاولة. برأيكم ما الذي يمتلكه المجتمع الدولي حاليا من أوراق ضغط على الجانب الروسي وكذلك السوري ممثلا بالنظام من أجل أن تكسب المعارضة مزيدا من المواقف؟ دون شك أن ما قدمه المجتمع الدولي بمختلف هيئاته كان هزيلا وضئيلا ولا يمكن أن يعتد به بأي معنى من المعاني مع حجم ما ظهر من جرائم ارتكبت ضد هذا الشعب ومن مآسي تعرض لها ومن قصف وقتل وتدمير وتشريد. ومع ذلك سيبقى هذا المجتمع الدولي جزءا من ساحة أي نضال أو أي جهاد نحو تحقيق الحرية، فلا توجد منصات أخرى ممكن أن تكون بديلة في ذلك الإطار، في الإطار السياسي. لهذا مع تقديرنا أنه لا يمكن التعويل عليها كثيرا، ولكن لابد من السلوك فيها ولابد من تجربتها ولابد من عرضها على محط حقيقة في كل مرة. وفي النهاية الشعوب لديها ضمائر، خلينا نقول، أو دوافع تستطيع أن تقدر مواقف ذلك كله، ومنها شعبنا السوري في هذه المرحلة. دكتور، هذا السلوك هل تنصح به المعارضة للذهاب إلى سوتشي أيضا؟ المعارضة في موقفها بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات 2254 هي ملتزمة به وتعتبره أساسا لأي عملية سياسية ومخرج للحل في سوريا. سوى ذلك نعتبر أن هناك نوع من الإضافات التي قد تكون في بعض الأحيان إضافات مؤذية وليست مفيدة. المعارضة لا زال موقفها واضحا، الائتلاف الوطني أصدر بيانا سابقا وأكد أنه لن يكون جزءا من سوتشي حتى يتغير مساره أو طبيعته. نحن لا نريد إعادة إمتداد النظام، لا نريد استمرار بقاء الظلم والفساد مسيطرا على مجتمعنا السوري، لا نريد هيمنة الدولة الأمنية وقبضتها الحديدية على المجتمع والسكان والناس. من حق الشعب السوري أن يحكم بالديمقراطية، من حقه أن يختار سياسيه وحكامه، وهذا كله فيما نظن ونحسب لا توفره حتى الآن على الأقل سوتشي، ولهذا موقف الائتلاف في هذا الموضوع واضح وثابت حتى هذه الساعة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد سداد، الكاتب والمحلل السياسي السوري. نفتح الآن ملفنا الثاني وهو في إطار متابعتنا للتطورات في محافظة إدلب وخاصة أرياف حلب وحماة وإدلب أيضا بهدف تقدم النظام إلى مطار أبو الظهور العسكري وتضييق الخناق على معقل المعارضة في المحافظة. أكدت مصادر ميدانية تقدم النظام في ريف حلب الجنوبي والسيطرة على عشرات القرى، فيما شنت الطائرات الروسية والسورية سلسلة غارات على مناطق إدلب أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين. تطورات ميدانية متسارعة تشهدها مناطق كل من ريف إدلب وريف حماة وريف حلب، معظمها في صالح قوات النظام التي أحرزت تقدما في العديد من المحاور القتالية أطراف المدن الثلاث، حيث سيطرت قوات النظام على عشرات البلدات والقرى في ريف حلب الجنوبي الشرقي عقب هجمات مباغتة على قوات المعارضة، ليسيطر النظام على معظم ريف حلب الجنوبي بمساحة تقدر ب 400 كيلومتر مربع بحسب تصريح قائد ميداني. ذكر كذلك أن تلك القوات تتابع تقدمها لفتح أوتوستراد حلب حماة بهدف فتح الطريق باتجاه مطار أبو الظهور العسكري والالتقاء مع القوات المهاجمة من ريف حماة الشمالي الشرقي باتجاه المطار. المطار الواقع في ريف إدلب الشرقي هو النقطة المركزية التي تحصرها قوات النظام وتقترب منها من جهات ثلاث، ألا وهي ريف حلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وريف إدلب جنوبا حيث تتمركز وحدات النظام عند محور أبو جورة البويدر. مناطق ثلاث تقترب قوات النظام من إيصالها إلى نقطة التقاء عبر السيطرة على عديد من المدن والقرى بإسناد من القصف الروسي عبر الطائرات والبارجات، حيث قالت مصادر سورية معارضة إن بارجات الروسية أطلقت صواريخ باليستية
على محيط مدينة أبو الظهور وعلى بلدة الدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي، في تصعيد جديد للهجمات التي كثفتها روسيا على المعارضة السورية منذ أيام. تقدم سريع لقوات النظام في عدة جبهات بكل من حلب وحما وإدلب ينبئ بتضييق شديد على قوات المعارضة، ويدل كذلك على أن الوضع الميداني سيكون الورقة الأقوى للنظام في المفاوضات السياسية المرتقبة. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في الاستديو العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجية. العقيد، بداية أهلا فيك معنا، ونبدأ بالحديث عما يدور في الشمال واستمرار تقدم النظام نحو أبو الظهور العسكري. هل هو هذا الهدف الوحيد الذي يريده النظام هناك؟ أهلا بكم وبالسادة المشاهدين. يا سيدي، النظام بما يخص إدلب، طبعا نحن نتكلم، يريد الإحاطة بإدلب، يريد يعني يسعى إلى تطويق إدلب، وهو لا ينوي على الإطلاق حسب تقديري أنا يعني من ناحية عسكرية الدخول في إدلب. لذا نجد أنه يهاجم إدلب من أكثر من جبهة، يعني من جنوب حلب، من شرق إدلب، من جنوب الشرقي لإدلب، إلى درجة اللي يعني لم يعد حتى السيطرة على مطار أبو الظهور من يعني ذات الأهمية التي تجعل يعني التركيز عليها. هو عندما يسيطر على هذا المحور كاملا فقد يكون قد عزل إدلب تماما وشبه محاصرة لها. نعم، أي أهمية استراتيجية بالنسبة لأبو الظهور العسكري حتى يستمر النظام بالتقدم نحوه ويحاول مرة وتلو المرة على الرغم من وجود صد من قبل المعارضة العسكرية؟ مطار أبو الظهور العسكري كقوة عسكرية بكل تأكيد، يعني أنت عندما تكون مسيطر على قاعدة عسكرية في المنطقة معدة ومجهزة، يعني المطارات هناجير وأفيولات ومستودعات هذه جاهزة، يعني حتى يصعب تخريبها بالأسلحة العادية، يعني أنه والله مثلا أغادر المطار أفجر أفيول أو أفجر، من الصعب جدا لأنه هي معدة أصلا لتلقي ضربات أكبر من ذلك بكثير. لذلك هو ثكنة عسكرية ممتدة على مساحة واسعة، ومن يسيطر عليه يكون قد سيطر على موقع جدا مهم في المنطقة. طيب، نلاحظ أن النظام عادة ما يتقدم في هذه المناطق ويسيطر على بعض القرى ثم تستعيد المعارضة هذه القرى، كيف تسير العملية عسكريا على الأرض؟ يا سيدي، ما جرى في منطقة إدلب أو يعني نقول نحن شمال وشرق وحتى جنوب إدلب إلى حد ما، أن القوة المسيطرة الأقوى في المنطقة هي هيئة تحرير الشام. نعم. ولاحظنا أن أداء هذه الهيئة في هذه الحرب بالذات مختلف تماما عن أدائها في كل المعارك التي خاضتها سابقا. فلم نعهد لهيئة تحرير الشام اللي هي جبهة النصرة انسحابات بهذه البساطة من مواقع تسيطر عليها، بينما بهذه المعركة بدأنا نلاحظ أن لها تراجعات وانسحابات في حساباتها. يعني هي إما أنها تريد الابتعاد الآن عن القتال مع النظام لأسباب تتعلق بعلاقة بينها وبين النظام قد تكون، أو بينها وبين أمريكا، أو بينها وبين أي جهة أخرى، يعني لا تزال الشكوك لم ترتكز على نقطة محددة لهذه الانسحابات، أو أنها تنسحب من منطلق عسكري بحت بشكل أنه هي لا تريد أن تستنزف أمام النظام وتخبئ قوتها لتستخدمها ضد الجيش الحر في إدلب، لأنه هي يعني جاهزة لدخول المعركة في أي وقت مع الجيش الحر. وهذا إن كان الوقت يسمح، ما كنت أريد أن أنوه عنه، أن في مفاوضات خفض التوتر
استطاعت تركيا أن تحصل على شرعية بالدخول إلى هذه المنطقة وتكون ضامن. والدولة التركية هي الاتجاه الوحيد أو الجهة الوحيدة في العالم القادرة على تفكيك الحالة بين هيئة تحرير الشام وبين الجيش الحر، لأنها تملك مفاتيح الطرفين، وعندما وبأقل الخسائر، لأنه إذا اصطدم الجيش الحر في إدلب بعد أن اجتمع كله في إدلب والهيئة تحرير الشام، فإننا أمام كارثة كبيرة جدا لا سمح الله. عندما كادت تركيا أن تضع يدها على الوضع وبدأت تفكك بالحالة وبدأت نجاحاتها تظهر، قلبت إيران الطاولة ودخلت وشجعت النظام ودفعت النظام. طيب الآن المعارضة التي تقف كحجر عثرة أمام تقدم النظام خاصة نحو أبو الظهور العسكري، هذه المعارضة إلى أي مدى من الممكن أن تصمد؟ إلى متى؟ يا سيدي، المعارضة التي عاقت النظام فعلا في المنطقة، تلاحظ أنها هي عبارة عن فصائل تشكلت في حينه، يعني لم تكن فصائل معروفة من الجيش الحر ومسلحة وإلى آخره. هم من أبناء العشائر اللي هم الموالي والحديدية في المنطقة، من أبناء هذه العشائر الموالين للثورة والذين في النهاية يعني توجه المعارضة والنازحين إلى منطقة إدلب تحديدا، ما جعلها خزان بشري يعج بالناس المعارضين للنظام، هو ما خلق هذه الحالة الجديدة التي تحدث عنها. لا، الحالة الجديدة أنا أتحدث الآن عن خارج إدلب، عن شرق وشمال وجنوب إدلب، العشائر اللي موجودة أصلا في هذه المناطق. هذا الذي أبناء هذه العشائر هم الذين أعاقوا النظام، وأنا يعني أضع قوتهم، سر قوة هذه الفصائل التي حاربت، أضع سر هذه الفصائل بعدم التزامها بأي داعم أو أجندات خارجية. هم أبناء المكان ويدافعون عنه. هل معنى ذلك أن أي تواجد لأي بلد خارجي يعيق عمل المعارضة؟ تماما، لأنه بغض النظر عن المسمى، سواء كان حليفا للمعارضة أو حليفا للنظام، والأمثلة كثيرة والأسماء كثيرة ولا نستحي من طرحها. كل بلد من خارج سوريا وضع يده كداعم لجهة معينة أطال في عمر الثورة وأطال في وأمعن في الخراب في سوريا. ولكن لكل طرف موجود في سوريا من يبرر في النهاية تواجده في هذا البلد. على أي حال، إنسانيا فإن للتطورات في إدلب تداعيات أيضا كبيرة على المدنيين، ولا سيما في العواصف الثلجية، حيث تتواصل موجة النزوح لمئات العائلات بشكل يومي من ريفي حما وإدلب منذ عدة أسابيع إلى مدن وقرى متفرقة من ريف إدلب. وتسبب القصف بتشريد آلاف العائلات، أغلبهم يفترشون الأرض الموحلة في خيام بائسة في ظل العواصف المطرية واشتداد برودة الطقس، كما تفتقر هذه العائلات لأدنى مقومات العيش. وبلغت إحصائيات النازحين بحسب منسقي الاستجابة في الشمال السوري قرابة 350 شخصاً و50,000 شخصا يتوزعون على نحو 400 نقطة في ريف إدلب. يتضمن تعداد العائلات ما يربو على 60,000 عائلة هجروا من منازلهم، ينقسمون بينهم أكثر من 200,000 طفل، فيما لا تزال عمليات الإحصاء مستمرة بشكل يومي لتوثيق أعداد جميع العائلات التي فرت جراء القصف المستمر من قبل آلة القتل الروسية والآلة التابعة لنظام الأسد. في هذا الموضوع تحديدا ينضم إلينا هاتفيا من ريف إدلب الناشط الإعلامي أحمد خوجة. أحمد، بداية أهلا فيك معنا. هل لا زالت عملية النزوح مستمرة وكيف تبدو الأوضاع الإنسانية في ريف إدلب؟ نعم، بداية تحياتي، تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين. لا يخفى على أحد أنه منذ قرابة أكثر من شهر، وعند تصعيد العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية السورية وقوات الحليفة الروسية على قرى وولايات ريف حما الشرقي،
وريف إدلب الجنوبي الشرقي تسبب بنزوح ما يقارب 60,000 عائلة حتى الآن. طبعا هؤلاء العائلات الذين فروا حديثا إلى المناطق الشمالية من إدلب تحديدا والتي تعد آمنة نسبيا. هذه المنطقة مكتظة كانت سابقا بالمخيمات من مختلف المناطق السورية، حتى من المناطق التي كان بها عمليات تهجير قسري من أرياف دمشق وأرياف حمص. طبعا هذه الأعداد التي قدمت إلى هذه المنطقة وبسرعة كبيرة وبضغط كبير جعلت المنظمات الإنسانية عاجزة عن فعل أي شيء، عن تقديم أي شيء لهم. افترشوا الأراضي الزراعية، افترشوا، قاموا بإنشاء مخيمات عشوائية تفتخر بالبنية التحتية. كان هناك بعض الجهود لإدارة المهجرين المشكلة حديثا في ريف إدلب ليحاول احتواء أعداد هذه النازحين الكبيرة، لكنها وقفت عاجزة. أيضا أوضاعهم سيئة للغاية، خاصة والمنطقة الآن تمر بعاصفة مطرية وعاصفة رياح كبيرة تضرب المنطقة منذ ليل الأمس. كثير من الخيام غرقت، العائلات في العراء لا تجد من يعينها. قامت بعض الجهات المحلية واللجان الشعبية بفتح المدارس والمساجد لإيواء هذه العائلات مؤقتا. نعم أحمد، هل هناك من يعيل هذه العائلات؟ هل هناك من خدمات تقدم سواء من جهات رسمية دولية أو حتى من جهات محلية لهم؟ نعم، رأينا دورا للمنظمات التركية الممثلة بالإيهاها والهلال الأحمر التركي، قاموا بإنشاء عدة مراكز إيواء. كان هناك أيضا بعض المساعدات المقدمة من بعض المنظمات العاملة بالشمال أساسا، لكن تدفق الأعداد بشكل كبير بالتزامن مع العاصفة التي تضرب المنطقة. كان هناك تخبط كبير في العمل الإغاثي، لم يتم تقديم احتياجات سوى 10% من العائلات إن صح الأمر. منسقو الاستجابة مشكورين، قاموا بإحصاء 60,000 عائلة، لكن العدد أكبر بكثير من هذا الرقم. نحن كنشاطة ميدانيين على الأرض نقوم ما رأيناه من موجات النزوح القادمة والتي والمستمرة حتى الآن. الرقم تخطى هذا العدد بكثير. العائلات بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى أماكن مجهزة بالبنية التحتية، إلى بعض المساعدات الإغاثية العاجلة، كونهم تركوا قراهم ومدنهم بسبب القصف لم يستطيعوا إخراج ما يستطيعون. الوضع سيء للغاية، ونحن نحذر وحذرنا سابقا من كارثة إنسانية كبيرة ستحل هذه العوائد. شكرا جزيلا لك أحمد خوجة الناشط الإعلامي، كنت معنا من ريف إدلب. سيادة العقيد، مشكلة إدلب أو ما يحصل في إدلب سنناقشه بعد فاصل قصير، بالإضافة إلى ما يحصل حديثا والعملية العسكرية التركية أيضا المحتملة في عفرين. ابقوا معنا مشاهدينا. نقترب أكثر، نكشف تفاصيل لم تكن تراها، نحلل الأحداث بعمق ودقة لترى الصورة باكتمال ووضوح. الحوار أبعاد لا تنتهي. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر. أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. We'll be right back.
مشاهدينا نجدد الترحاب بكم في هذا الملف الرابع الذي نفتحه في هذه الحلقة من سوريا في أسبوع، وهو ملف عسكري وسياسي أيضا في ذات الوقت، حيث قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف المدفعية التركية مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في المدينة. يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا سحب قواتها من عفرين قبيل العملية العسكرية التركية المحتملة. في مقابل ذلك دعت الخارجية الأمريكية أنقرة إلى عدم إرسال قواتها إلى عفرين. التوتر التركي الأمريكي جاء عقب إعلان واشنطن نيتها إنشاء جيش تركي مؤلف من 30,000 مقاتل لحماية الحدود التركية السورية، وهو ما رأته أنقرة تهديدا لأمنها القومي. على مدار اليوم وتركيا ترسل تعزيزات عسكرية من قوات خاصة ودبابات ومدفعية إلى الحدود السورية وتحديدا إلى عفرين، تمهيدا إلى اقتحامها مع فصائل من المعارضة السورية، وهو هدف معلن لأنقرة. فلم يبقى مسؤول إلا وأعلن عن هذا الهدف، بدءا من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ومرورا بالمتحدث باسمه وكذلك رئيس الحكومة بن علي الدرم ووزير خارجيته تشاوش أوغلو. فالمسألة من وجهة نظرهم أمن قومي تركي يتعلق بوجود عناصر من حزب العمال الكردستاني على حدودهم تسعى لإقامة دولة أو كيان وعلى علاقة بعملية أمنية في الداخل التركي. وتوقع المحللون العسكريون أن يتركز الهجوم على عفرين عبر محورين أساسيين، الأول انطلاقا من المنطقة الواقعة ما بين إعزاز ومارع في ريف حلب الشمالي باتجاه تل رفعت للسيطرة عليها، ومن ثم إلى جنوب عفرين ما بين كفر بطرة وعين دارة. أما المحور الثاني فسيكون من جنوب عفرين ما بين دارة عزة وأطمة باتجاه جنديرس إلى جنوب غرب عفرين ليلتقي بالمحور الأول ويتم الهجوم على عفرين من هذا المحور. فيما ذهب محللون آخرون إلى فتح جبهات من الجانب التركي لتشديد القوات الكردية والاكتفاء بعملية جراحية وعمليات إنزال يسبقها قصف جوي ومدفعي لتجنب الاجتياح العسكري والتكلفة البشرية الكبيرة لوعورة المنطقة وفتح المجال للمقاتلين الأكراد للهروب إلى مناطق النظام. السيناريوهات العسكرية لا تخلو من الاشتباكات على الأطراف أو قصف مدفعي من حين إلى آخر ما زال يحصل حتى اللحظة، لكن من الناحية الإعلامية والسياسية فوطيس التوتر الأمريكي التركي لم يهدأ منذ إعلان واشنطن تشكيل جيش كردي قوامه 30,000 مقاتل بذريعة حماية الحدود السورية ومقاتلة تنظيم الدولة، وهو ما استدعى ردا دبلوماسيا تركيا عالي المستوى تزامن مع التعزيزات العسكرية على الأرض. واشنطن حاولت التخفيف دبلوماسيا، وزارة دفاعها قالت إنها لا تريد إنشاء جيش جديد في سوريا، فيما نفى وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون أن تكون لدى بلاده أي نية لإنشاء قوة تنتشر على الحدود ما بين سوريا وتركيا، وقال إن المسألة التي أغضبت أنقرة لم تطرح بالطريقة الملائمة. وما بين هذا وذاك فإن عفرين كما منبج وقبلها الرقة ودير الزور أمسوا نقاط خلاف بين أنقرة وواشنطن لاختلاف استراتيجية ومصلحة كل منهما في سوريا. طيب، أجدد الترحاب بضيفي هنا في الاستديو العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا فيك مرة أخرى سيادة العقيد. ونبدأ من الحديث بداية كتوطئة للحديث عن عفرين، كيف ترى الاستراتيجية وما هي الاستراتيجية التركية تحديدا في سوريا بشكل عام؟ يا سيدي قبل أن أدخل في عفرين أرجو أن تعود معي إلى يعني قليلا إلى الوراء ونعود إلى التصريحات الروسية على لسان الخارجية الروسية. لأكثر من مرة قالت روسيا أن أمريكا أوكلت الملف السوري لنا يعني للروس على أن نعمل من خلال التنسيق معها. يعني أنا أريد أن أسأل هنا سؤال، أنا أعطيك ملف وأوكله لك، فهذا معنى يعني عندما أوكله لك أن لا أتدخل في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد. أما أن أعطيك الملف وأنسق على أن تنسق معي فمعنى هذا الكلام أن روسيا تعمل لدى أمريكا. هذه الدولة التي لا يزال اسمها دولة عظمى، إنما في الحق يعزز هذا التصور ما نراه على الأرض. يعني عندما تقول أمريكا يا روسيا انسحبي عن حق الكونوكو، عندما حاولت أن تسبق قوات قسد باتجاه حق الكونوكو أعادت وضرب التحالف ضرب أرتالة وعادت
وسلمت حقل كونوكو لقوات قشد. وبعد أن استقر الوضع دخلت قوات قشد إلى دير الزور وجلبت الخبراء الروس إلى حقل كونوكو. الحديث يطول يعني كي لا نخرج عن عفرين ومعطياته. الآن أقول أنا ما هي القوة الفاعلة في سوريا أو الموجودة في سوريا بشكل عام؟ نقول روسيا، إيران، تركيا، هاي كدول إقليمية ودولية، وبقية القوى سواء كانت محسوبة متطرفة إرهابية أو معارضة أو نظام، والتحالف أيضا كذلك مثل أمريكا، بريطانيا. أنا عديت هاي القوى موجود حتى قواعد لهم. والآن أقول التحالف، مين التحالف عمليا؟ يعني ما نفذ في سوريا إلى اليوم، يعني إذا ساهمت فرنسا بطلعة أو بطلعتين وبلجيكا بعثت كم عسكري على التنف، هذه ليست مساهمة. الفاعل الحقيقي الذي نسميه التحالف هو أمريكا. وبالتالي من هذه المقدمة نخرج إلى أن الجميع يعمل لدى أمريكا. ماذا بشأن استراتيجية تركيا؟ الآن نقول تركيا يعني إذا أردنا أن نلقي الضوء على العلاقة التركية الأمريكية من قبل سوريا أو خارجا عن سوريا وفي سوريا، خارجا عن سوريا العلاقة الأمريكية التركية يعني كما نقول بأمثلتنا زواج نصراني غير قابل للطلاق. فيعني قاعدة أنجرليك لوحدها كونها يعني تعتبر المركز الأهم في كل حلف الناتو. تركيا هي الجيش رقم 2 في حلف الناتو. أمريكا حتى رؤوس نووية وضعت في قاعدة أنجرليك. وللعلم يعني هذه معلومات قد لا يعني إلا للباحثين بهذا الشأن ليصلوا إليها، أنه ضمن اتفاق إدخال الرؤوس النووية، يعني لا أريد أن أدخل في الأعداد والأرقام، ضمن هذا الاتفاق يحق لتركيا استخدام قسم من هذه الرؤوس النووية دون العودة إلى قيادة حلف الناتو. يعني أنا أتيت بهذه الأمثلة لأريك كم هي متشابكة العلاقة الأمريكية التركية. هي ليست كالعلاقة بين أمريكا والعراق، لا يوجد جنس علاقة. عندما أرادت أمريكا أن تضرب العراق ضربت العراق، حد الصدام بين تركيا وأمريكا تحت أي ظرف، فلا تركيا قابلة لهذا الشيء ولا أمريكا قابلة لهالشيء. قد يحصل بعض التوترات، بعض الخلافات إلى آخره، لكنها تحل. ولكن هذا لا يمكن توصيفه بهذه الصورة، على أنه بعض الخلافات عندما تقدم أمريكا على ما قالت أنه تسليح أو تكوين جيش مكون من 30,000 مقاتل من الوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا تهديدا لأمنها القومي في الجنوب، وتعتبرها منظمة إرهابية أيضا. يعني بالله تركيا أمريكا لما تشكل جيش من 30,000 مقاتل، طيب أمريكا الآن تسيطر على الحدود التركية السورية من عين ديوار إلى يسموها كوباني مؤخرا، عين العرب، من عين ديوار إلى عين العرب بطول أكثر من 550 كيلومتر بقوات قشد. فإذا هذه القوة الجديدة التي تتكلم عنها أمريكا هي ليست من ضمن تطلعات أمريكا باتجاه الحدود التركية السورية، هي لها مهمة أخرى. ويعزز هذا الكلام، ولكن هذه ستكون يد أمريكا أيضا. تماما يد أمريكا، نعم، وقوة بيد أمريكا على الأرض. ويعزز هذا التصور التطمينات تيرلسون منذ يومين للخارجية التركية عندما قال لهم لا ننوي إنشاء هذه القوة في الشمال السوري، هو ينوي إنشاءها على الحدود العراقية السورية. طيب أنا اسمح لي نتفهم وجهة النظر التركية أيضا وراء هذه العملية من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن هاتفيا، مصطفى أوزجان المحلل السياسي التركي. سيد أوزجان بداية أهلا فيك معنا، ما هو أو ما هي أهداف تركيا من وراء عملية عفرين المحتملة؟ أولا التواصل
كما كان مخططا من قبل تركيا. اصلا تركيا بدخولها الى يابس سوريا ارادت اصلا ان تجعل منطقه الشمال منطقه الامنه، ولكن قد تاثرت هذه الخطه بتقدم قوات الروسيه مع النظام، مع قوات النظام الى منبج ايضا برفقه قوات الامريكيه، لذلك تعطلت اصلا خطه تركيا سابقا. ولكن تركيا مع ذلك تريد تنفيذ هذه الخطه وايضا تطهير او طرد القوات المواليه لوحدات حمايه الشعب الكردي. ترى تركيا انها ممتد من قبل طبعا حزب العمال الكردستاني او امتداد لحزب العمال الكردستاني، وايضا هناك نوايا سيئه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، تكوين جيش الشمال او حراس الحدود، هذا مرفوض من قبل تركيا. وهذا ايضا هذه الخطه الامريكيه تشبه الى حد كبير قوات الشمال في افغانستان، اعتمادا على ذلك احتلت الولايات المتحده الامريكيه افغانستان سابقا، وكذا في العراق اعتمدت الولايات المتحده الامريكيه 2003 قوه الشمال المتكون من طبعا بشمرجة. اليوم نرى نفس الخطه بالنسبه لسوريا. اذا في المستقبل ربما تراهن الولايات المتحده الامريكيه باحتلال سوريا، وعلى الاقل اضافتها واضافه تركيا تريد تكوين طبعا جيش الشمال. طيب سيد مصطفى، وهذا طبعا فيما يتعلق بتركيا مصطدم بمصالح تركيا ايضا، امن القوم التركي، وطبعا وايضا تعطيل خطه تركيا اصلا. طيب هذه النقطه واضحه سيد زيان، اذا ما كنت تسمعني كنت اود السؤال، ان اي عمليه في شمال سوريا ربما بسبب التغيرات الدراماتيكيه التي حصلت في السنوات الاخيره، فان اي عمليه هي في النهايه بحاجه الى ضوء اخضر امريكي وكذلك روسي من اجل الاقدام على هذه العمليه. اريد ان اتحول بهذا السؤال اليك سياده العقيد، لانه المخرج يخبرني بانه لم يعد سيد مصطفى معنا على الهاتف. تركيا أو غيرها ممن يريدون إجراء أي عملية في شمال سوريا في النهاية هم بحاجة إلى ضوء أخضر أمريكي وإلى ضوء أخضر روسي. هل برأيك هذا التقدم التركي يحصل بعد وجود فعلا ضوء أخضر من هذين الطرفين، أم أنها ربما تحصلت على ضوء أخضر من طرف على حساب طرف آخر؟ الضوء الأخضر حصلت عليه تركيا، حصلت عليه من خلال تصريح قائد القوات الأمريكية في سوريا عندما قال أن نحن مهمتنا تنحصر من شرق نهر الفرات ولا علاقة لنا بما هو غرب نهر الفرات ولن نتدخل بهذا الموضوع. أضف إلى تطمينات قبل قليل ذكرتها، تطمينات وزير الخارجية الأمريكي بأن لا نية لإنشاء قوة في على الحدود التركية، يعني عندما يقول في شمال سوريا. أضف إلى أن يعني من هنا نجد التشابك التركي الأمريكي، بأن أمريكا أعطت جزء من الحدود السورية التركية لقوات قسد وتركت باقي القوات بما فيها عفرين ومنبج ستأخذها تركيا وتسيطر عليها وتضع فيها مثل جرابلس ومثل الباب. يعني هذا الكلام دليل على إيش؟ أخذت نصف الحدود وتركت لها نصف الحدود. إذن دائما هذه التشابكات موجودة، تضغط عليها من الجهة الشرقية وتريحوها من الجهة الغربية في للمستقبل، يعني للعلاقة بين تركيا وأمريكا. أما أن تكون تنتظر تركيا الضوء الأخضر من روسيا ومن أمريكا سوا، يعني أستبعد ذلك. مجرد أخذها الضوء الأخضر من أمريكا أو التوافق مع أمريكا فروسيا تحصل حاصل. طيب برأيك أي خطة من الممكن أن تكون هي الأمثل بالنسبة لتركيا من أجل الدخول إلى عفرين؟ هل نحن أمام عملية جراحية قد تجريها تركيا هناك، أم ربما سيكون هناك ما هو أوسع ودخول بري وطيران وما إلى ذلك؟ مجرد أن بدأت عملية عفرين، ووجدنا أن الوضع كما نراه الآن،
يعني لا تدخل طيران أمريكي. روسيا سحبت قواتها وخرجت خارج عفرين. ليس أمام تركيا إلا عملية جراحية خاطفة. ليش جراحية؟ جراحية لأنه مدينة عفرين مدينة جميلة جدا، ولن يقبل الأتراك على الإطلاق تحت أي ظرف أن يخربوها كما خربت تحالف الرقة، وكما خربت روسيا دير الزور، وما خرب النظام كامل سوريا. الأتراك حريصون جدا على عدم إيجاد أي ولو جزء صغير من الدمار، وخاصة أن القوات التركية والتي تدفع درع الفرات، ودرع الفرات مدربون وإمكانياتهم عالية. فإذا نحن أمام قوة صغيرة جدا اللي هي قوة عصابات أوجلان اللي موجودة في عفرين، وسيتم التقاطها بشكل خاطف. وإطالة هذه المعركة لا سمح الله بين الأتراك، أو يعني إطالة تحرير عفرين، سيضر بالجانب التركي بمجالات كثيرة قد نتطرق لها إذا سمح الوقت. طيب بالنسبة لمدة هذه المعركة كيف تتوقعها؟ أنا أقول أن معركة عفرين أمام التحضيرات التركية التي نراها وتجهيزات الجيش درع الفرات من الجيش الحر، يعني أنا لا أعطيها أكثر من أيام، يعني لا أستطيع أن أقول كذا يعني، لكن العملية لن تتجاوز الأسبوع أو أسبوعين بالحد الأقصى يعني. طيب هنالك من يقول أنه ربما قد نشهد تنسيقا أو ربما تعاونا ما بين النظام وبين الأكراد من أجل مهاجمة تركيا، هل برأيك هذا التوقع منطقي؟ هذا التوقع وارد في أي لحظة، وهذا التوقع لن ينجح إلا إذا تركيا أطالت حربها في أو حرب تحرير عفرين. مجرد إطالة حرب تحرير عفرين فإنها قد فسحت المجال للنظام ولقسد بهذا التعاون، وأكثر من ذلك أن دول كثيرة ستغذي النظام وتزوده بأسلحة جديدة على حساب هذه الحالة، على حساب دعم أهل عفرين وحماية المدنيين. من هي هذه الدول التي من الممكن أن تدعم النظام، خاصة وأننا من الممكن أن نبحث بعد قليل كذلك مستقبل العلاقات ما بين تركيا وبين كذلك القوى الدولية الفاعلة في سوريا؟ يا سيدي أعد لك الدول التي تدعم النظام ومستعدة لدعمه في مثل هذه الحالة. على الأقل من يدعم النظام ضد تركيا؟ نحن الجمعية العامة للأمم المتحدة 192 دولة. ما هي؟ 194. نعم. 193 دولة جاهزة لدعم النظام. هو النظام رقم 194. 193 لمجرد أن إسرائيل قالت ادعموا النظام. يعني الآن أصبحنا أمام حقيقة واضحة تماما، العالم كله طوع إشارة من إسرائيل، وإسرائيل أرادت هذه الحالة. بس والله اليوم هناك من يقول لإسرائيل لا في النهاية، وهذا ما حصل في التصويت في الأمم المتحدة على موضوع نقل السفارة الإسرائيلية إلى مدينة القدس من تل أبيب. يعني هذه حالات تحصل كتسجيل مواقف على التلفزيونات فقط، أما في الحقيقة لن يقول أحد لإسرائيل لا إلا إسرائيل ذاتها، التي الآن وصلت إلى مرحلة أن هذا النظام بعد أن وصل إلى هذه الدرجة من الاهتراء، فإسرائيل هي نفسها الآن تقول لا لهذا النظام، ستنهيه إنما تنهي أو ترفع يدها عنه على الأقل. طيب إذا ما سلمنا بما تم نقله والتصريح به من أن تركيا قد نسقت أيضا مع الجانب الروسي قبل الدخول إلى مدينة عفرين، وذكرت قبل قليل مسألة انسحاب روسيا من عفرين، كيف سيكون الدور الروسي باتجاه هذه العملية التي يرفضها النظام أيضا، والتي كما قلت قبل قليل من الممكن أن يتحالف مع الأكراد من أجل صد تركيا في عفرين؟ كيف سيكون الموقف الروسي خاصة وأنه أقوى حليف للنظام السوري؟ تماما، هو أقوى حليف وهو الحامي للنظام السوري، وهو الذي يعني اعتدنا على روسيا منذ خدمتنا في الجيش في أيام الاتحاد السوفيتي على التقاط مثل هذه الحالات واستثمارها والالتفاف عليها. نعم. من قبل روسيا، روسيا تفعل كل هذه الحالات. أعيد يعني وأؤكد أن إذا تركيا استطاعت حسم معركة عفرين خلال أيام فقد فوتت الفرصة على الجميع، سواء روسيا التي أعطت
أنا يعني انسحاب القوات الروسية من أفرين هو ضوء أخضر لتركيا، يعني هذا الكلام غير قابل أنه نفكر فيه أو نحسبه. وبالتالي هي ناءت بالنظام خارج معركة أفرين. هنا تقف على الجهد العسكري التركي الذي ستقدمه تركيا وحسم معركة أفرين. إن طالت المعركة فستفتح هذه السواقع وتفتح هذه البوابة. طيب سيادة العقيد، نحن نتحدث عن الفاعلين الدوليين الموجودين على الأراضي السورية فيما يتعلق بعفرين، تركيا، روسيا، أمريكا، النظام من جهة أخرى والأكراد من جهة ثانية. أين هي المعارضة العسكرية في ما يتعلق بمعركة عفرين؟ وهل من الممكن في النهاية أن تبقى تركيا في حال سيطرة على عفرين أن تبقى فيها، أم ربما تسلمها إلى الجيش الحر، أو ربما تصبح مدينة باب جديدة؟ لا، تركيا أعلنت أنه نحن يعني داخلين لمنع هذا الخطر أو إبعاد هذا الخطر اللي هو عصابات قنديل وعصابات البيدة عن الحدود التركية. وسبق ولنا تجربة مع تركيا قبل في عجاز وفي جرابلس وفي الباب. تركيا ساندت الجيش الحر وساعدت بتحرير المناطق وتركتها لأهلها. يعني أنا لا ألاحظ أن تركيا الآن هي محتلة مثلا لمدينة سورية. طيب هل المعارضة قادرة على أن تتواجد في عفرين وتحكم في عفرين، خاصة أن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجيش أو وفد من الجيش الحر السوري طبعا يتواجد في واشنطن، مع العلم أنه لا نعرف ما الذي قد يحتاجه من واشنطن حاليا، وهي التي أوقفت مسألة التسليح فيما يتعلق ببرامج CIA، وهي التي تدعم الأكراد اليوم وتريد تكوين جيش مكون أو مؤلف من 30,000 مقاتل كردي. هل المعارضة قادرة على السيطرة على عفرين أو على الأقل أن تحكم؟ يعني هذا الشق الأول إذا أخذنا، نعم أنا أقول لك المعارضة لديها الكوادر القادرة على ضم يعني السيطرة على عفرين أو ضمها إلى عجاز والباب وجرابلس، يعني معاملة طيب بنفس الحالة. ما الذي قد تقدمه؟ بس أقل من دقيقة. أما ما يتم التنسيق حوله بين أمريكا وبين الجيش الحر أو بعض الجيش الحر أو وفد الجيش الحر، فهذا بتقديري أنا، وهذه ليست معلومة إنما استنتاج فقط، عفوا، أنها تخص الحدود العراقية السورية قولا واحدا، الحدود العراقية السورية. فأمريكا لوجدنا ولمسنا أنها جادة بتقطيع إيران في سوريا، أيادي إيران في سوريا، وعلى الأقل طردها من سوريا. يعني لا نريد أن ندخل بأكثر من ذلك، يعني تقليص دور إيران في سوريا. وهذه القوة بتقديري أنا أنها ستكون من التنف إلى عين ديوار على الحدود العراقية السورية، بما لا يتعارض مع تركيا ولا يتقاطع مع مصالح تركيا. وعلى العكس، عفوا، تركيا أيضا يعني غير راضية عن ما تراه من ممارسات الحشد الشعبي، الحشد الشيعي داخل سوريا والقتل والذبح، فسيلوق هذا الكلام لتركيا. يتواجد الحشد الشعبي في سوريا؟ نعم. يقاتل؟ الحشد الشعبي يقتل لا يقاتل. الحشد الشعبي الموجود في سوريا قتل أطفال وقتل نساء، وهو الذي يقاتل جيش النظام، لم يعد له وجود. جيش النظام يعني تهالك إلى الدرجة اللي لم يعد. سيادة العقيد، سنرى ما الذي قد يحصل في عفرين في لاحق الأيام، مع ربما الإعلان شبه الرسمي عن مسألة بدء العملية التركية في عفرين ضد الوحدات الكردية هناك. أشكرك جزيلا العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري والاستراتيجي أيضا، شكرا جزيلا لك على حضورك وتلبية هذه الدعوة، وشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.